الرجاء الرياضي توبيسون مازيمبي بعد حين ستعطى ضربة البداية كلاكيت لأول مرة في سنة 2020 بين الأخضر العالمي هو تيبي مازيمبي صاحب الباع الطويل في المنافسة الإفريقية. خمس مناسبات يتوج باللقب بينما الرجاء الرياضي ثلاثة ألقاب يسعى للرابعة. المسار يتواصل من بوابة الدور الربع النهائي أمام الأنصار تقريبا ما يزيد عن 50-60 ألف مناصر رجاوي يحضرون لمؤازرة الفريق الأخضر في بقية مشوار دوري أبطال إفريقيا في مواجهة واحد من النوادي المرشحة للتتويج باللقب القاري هو نادي تيبي مازيمبي. الأجواء رائعة جدا باستاد مراكب محمد الخامس، هكذا كان توقع الحضور القياسي لأنصار الخضراء. أنصار أكيد يستمتعون ويواكبون ويوازرون مسيرة الراجا على الصعيد المحلي والقاري والعربي. تابع هذه الكرة والفرصة الأولى، التسديدة ولكن عالية بعيدة تمام في الحراسة. بدر بانون 13 نادي الورفلي 27، لماذا ارتكى من غيابات العديد من الأسماء في مسار الدوري المغربي وحتى في بطولة العربية؟ نهاية المطاف كان مهم جدا. حسم بعد أسبوع من الآن الموقع ستتجدد في ملعب الرادس بالعاصمة تونس لتحديد مصير المتاهل. يتقدم زريدة يحاول يعمل المراوغة الكروس، بعد ذلك الركنية تأتي لفريق الأخضر. هذا هو محمد زريدة. تغيير في هذه اللحظات، عمر بوطيب سيدخل في هذه الأثناء. مشاهدي الكرام مكان عبد الرحيم الشاكير سلامات يا الشاكير. تابع هذه الركنية، سفيان الرحيم الراسية، راسك يا مالونغو، جابها مالونغو، حتى مالونغو في مرمى فريقي السابق توبيسون مازيمبي. إذا الجدير مع البداية بالراس بين مالونغو، نعم بالاختصاص. مسألة إفريقية بقميص نادي الرجاء الرياضي بعدما سجل في مرمى شبيبة الفريق الأخضر. تلعب هذه الركلة الحرة على القيم الثاني، خطيرة مرة جانبية، مرت سالمة على مرمى الفريق الأخضر. موشين مالونغو في المتابعة بشكل رائع، تلمس القائم وتستقر في المرمى. على فكرة الرجاء إلى النهائي في 2002 لما واجه نادي الزمالك المصري شغل البريسينغ العالي، لكن في نهاية المطاف تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. الحبيبي حذر من الأخطاء مثل هذه، حذر من الأخطاء، تسديده ولكن مرة جانبية. الكرة لحسن الحظ يا عبد الإله الحفيظي. لاعب موريكا، حذاري من موريكا، حذاري من موريكا وحذاري من تسديدات موريكا. أمامنا على الصورة شوف الإعادة، سفيان رحيمي، وبعد ذلك المتابعة بلعبها الكرة في اتجاه سفيان. يلا يا سفيان، يلا يا سفيان، يدخل سفيان والعرض يا سفيان، تدخل من الدفاع. يبقى الفريق الأكثر، الفريق المغربي الأكثر فوزا خارج أرض فوزوا على حساب فيتا كلوب، كان هو الانتصار الخامس عشر. تلعب هذه الركنية، المتابعة من الدفاع. يلا يا الحفيدي مرر، وهذه فرصة، فرصة الحفيدي، والحكم ماذا يقول؟ أبطال إفريقيا تمشي كرة لمن هنا؟ المتابعة من طرف الأهداف. وحتى الآن الرجاء ناجح في هذه العملية حتى الآن، ولكن يا جمال هل توقف؟ هنا التدخل الماضي في حق اللاعب عمر العرجون، نعم كان في تدخل بسرعة لمن ناحية لاعب فابريس نغوما مارونغو، لكن أقرب إليه تيبي مازيمبي، حذر من الاختراق. هذه تسديدة مرة جانبية لحسن الحظ، مرة جانبية نعم، واحدة من أخر تمريرة من موريكا والتسديدة من أوتشايا. يلا يا نغوما، يمشي نغوما، يدخل نغوما، نزلت عند الراجا والحكم يقول فيها ضربة مرمى. اعتقدت بأنها ستكون ركنية. لاعب مارونغو شوف الإعادة مجددا، لا 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 لا، هنا تدخل سير والتمريرة الحافلي العرضية بين مارونغو، كان في الانتظار الحافل. الترجي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وبالتالي الأمور تبقى قائمة ومفتوحة في مباراة العودة يوم. سيفعل سفيان، يعمل المراوغة، سفيان يدخل، سفيان، سفيان، الحكم ماذا يقول؟ وجود ركلة جزاء. شوف الإعادة مجددا، سفيان لماذا؟ البحث عن الصعب في حين كان بإمكانك أن تلعب الكرة مع زميلك. فترة الإصابات صارت مشكلة تؤرق بال جمال السيتي. من زريدة العرضية، أوه سوء تفاهم، لو دار مرة أخرى. هيا فرصتكم، هيا فرصتكم، هيا كرتكم عالية على سفيان.
من المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي. هنا الحافظ كان ممكن يمشي فيها فريق الرجاء بشكل ممتاز. شوف الإعادة، هاي الشراسة المطلوبة من اللاعبين، هاي الشراسة اللي تحدث أنه الشرط اللاعب عمر العرجون. هاي الإعادة مجددا لتدخل الماضي نجم الساحل التونسي. إذن خب هو الثاني لمالانغو في مسار دوري الأبطال، كان سجل أمام الشبيبة. فراس سفيان ويرفع كرة بحثا عن بين مالانغو لكن بعيدة تماما على مالانغو. الرجاء يزكي النتيجة بأهداف أخرى، تلعب هذه الكرة بعيدة تماما على الحارس أنس الزيتي مباشرة إلى ضربة مرمى. يعني مختلفين تماما بين الشوط الأول والثاني. نعم إيقاعه يكون أسرع، بولية خطيرة من الجهة اليسرى، الحكام يقول ما فيها شيء. زاوية اللقطة نعم اللي طال من خلال عناصر تيبي مازيمبي بوجود ركلة جزاء لكن سيكازوي. نعم رحمي يطلق رحمي العرضية، دفاعية دخل تشونغو في نهاية المطاف. من يتابع الحافظي لمسة واحدة، أوه هذه فيها إنذار. حركوا الحافظي، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة هنا، هنا التدخل الماضي في حق اللاعب الحافظي. الحمد لله سالم يا الحافظي، شوفوا الإعادة مجددا. الحافظي يرفع، الحافظي فرصة، فرصة يا رحيمي، وضعية تسلل يقول الحكم. الإعادة مجددا هنا، الوضعية تمشي كرة على الجهة اليمنى العرضية ولكن التدخل بعد ذلك من بدر بنون تخرج إلى ركنية. نعم وعلى الإطلاق تلعب هذه الركنية بالراس المتابعة بعد مازيمبي، تمشي لها كرة زريدة بالكعب يحضرها لسفيان رحيمي، ما يغلق عليه المجال تماما. عمر بوطيب يعكس الكروس، رايع من اللاعب بوطيب هنا، متابعة بلمسة في العمق، لمسة يد سفيان رحيمي، زريدة يسلم الكرة، زريدة العرضية من زريدة ولكن أكبو بكل الضغط العالي، لأنه الضغط العالي الذي قام به فريق الرجاء في الشوط الأول تطلي الخسارة. ذكرت بأن مازيمبي مع فريق الماميلودي ساندونس الناديان الرجاء الرياضي التونسي في لقاء الذهاب عن نفس الدور، ثلاث أهداف مقابل هدف. بن شرقي نجم الزمالك المصري اللي سجل اليوم بالمناسبة الهدف رقم 8 إفريقيا بقميص اليسرى. تشيبانزو، تشيبانزو حذر من التسديد، تشيبانزو بعيدة تماما عن مرمى الحارس أنس زنيتي. سيدخل لعب كابانغو في هذه اللحظات. نعم كابانغو مكان ميكا، اول تغيير يقدم عليه المدرب ميايو. عبد الاله الحافظي، هذا ما توقعته مشاهدي الكرام، لانه منطقي ان يتم هذا التغيير، وانا اتفق معك يا جمال السلامي، لان الحافظي والاخر عانى من الاصابات، عاد للتو يمثل المغرب في احلى ذكرى واحلى بطوله واهم بطوله هو فريق البرازيلي في ظل وجود رونالدينيو. ما اجمل الهداف، تلعب هذه الركله، تدخل بعد بدايه شوط المباراه الثاني، انطلاقه هنا التمريره والعرضيه، الحكم هذا هناك المطالبة بوجود ركلة دفاع وتمشي كرة على الجهة اليمنى، وهذه العرضية سند الورف اللي في نهاية المطاف. نعم يدخل في الوقت المناسب يان غوما، هذه مرة سالمة ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة. شوف التدخل الماضي هنا، اللحظة التي طال فيها سفيان الرحيمي بوجود خطأ وربما ركلة جزاء. الدقائق القادمة متولي ماذا سيفعل، يرفع كرة ممتازة وتسديدة مرة جانبية، أول عرضية دقيقة ومركزة منك. شوف الإعادة، شوف الإعادة يا سلام، شوف الإعادة يا سلام، المتابعة للكرة الثانية من طرف الدائرة الأيسر فابريس نغابي، هذه التسديدة لكن بعيدة تماما عن مرمى الحارس إيكبو. أرجوكم ركزوا جيدا في مثل الذي تيبي مازيمبي. شوف الإعادة مجددا، نعم كان في مضايقة واضحة أمام أنظار الكرة السود. نعم الجهة الجنوبية لمركب محمد الخامس وفصائل الرجاء اللي تساند بها كذا طريقا. مرمى سفيان الرحيمي يسعى لتنفيذ هذه الكرة، وكبو اقرب اليها حتى الان، لا من بوطيب ولا من اللاعب فابريس نغالي، يعني العمل كل العمل قف يلعب امام يا سفيان، يرسلها لبين مالانغو، يخرج كبو. زريده وسفيان، وزريده وسفيان، من جديد المطالبة بوجود خطأ والحكم يقول واصل. تابع أخرى، آية لإعادة رحيمي وسط ثلاث لاعبين في نهاية المطاف. هنا الاصطدام كان عفويا بين مدافعين، شوف الإعادة مجددا. نعم الاصطدام عليهم المدرب جمال السلامي في الوقت الراهن، بينما سفيان رحيمي يخطف هذه الكرة في صافرة قبل ذلك. نعم
إدارة النادي بإعطاء الفرصة أيضا للاعبين الشباب. محمد زريدة رائع هذا اللاعب عملية تمويه من بين مارانغو، حب يتركها لسفيان رحيمي كبير اللاعبين بين منطلقة طلقة ومحسن متولي العرضية في لمسة يد أملا في إطار ما، يعني إطار محدود جدا، لأنه هذه الإعادة مرة أخرى.